بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية هنا من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، لننقل لحضراتكم وقايع سباق هذا اليوم والذي يحتوي على 16 شوطا خاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ من سن الإذاع وسن الاستمتاع، في انطلاقات وتحديات مع هذه الشعارات في ملتقى الأصايل في مهرجان سيدي ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، وفي آخر أيام الصغار في هذا البرنامج لهذا المهرجان السنوي الكبير. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط والمخصص للأبكار الإذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ. فأهلا بكل الحاضرين، أهلا بكل الأخوة المضمرين، أهلا بكل الجماهير وعشاق هذه الشعارات العملاقة، فأهلا وسهلا كذلك بكل الأحبة المتابعين من أمام شاشة دبي ريسينج. مخرج هذا النقل وليد البارودي وطاقم العمل الفني لقناة دبي ريسينج يتمنى لكم التوفيق والمتابعة الشيقة. نذهب بحضراتكم إلى أول تحديات هذا الشوط وأول المنافسات مع الأبكار لنستطلع ما يدور من منافسة وتحدي بين هذه الشعارات. المقدمة يتقدم شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم لتتقدم من خلاله العمالة نحو استطلاع الناموس بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. الشاهينية حلت في المركز الثاني لهجن الرياسة، تعود عملية تضميرها وتدريبها لدى المضمر سالم بن سعيد بن عمان المهيري. المركز الثالث أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر أفراح طارش بن مبارك بالقوبع. نتابع إذن هملولة لهجن الرياسة تتدخل في هذا المنطلق لتتقدم إلى المركز الثالث، هملولة بقيادة المضمر علي بن يميل الوهيبي. أما الشاهينية لهجن العاصفة إذن في المركز الرابع الآن، هذه الشاهينية بقيادة مضمرها غياث الهلالي. أيضا المركز التاسع الشاهينية بشعار هجن العاصفة المضمر غياث الهلالي. المركز العاشر هذه اللي وصلت وتقدمت في هذه الأثناء، الظبي 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 لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يضمرها عوض بن مبارك المهيري. هكذا هي النتيجة مع أول الانطلاقات، أول مقاييس سن الإذاع في هذا اللقاء، في هذه الجولة، في هذا التحدي الأول في صباح هذا اليوم. مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها المضمر سعيد بن عبيد الحميري، ياتي على المركز الاول من خلال هذا اللقاء وفي خلال هذا التنافس الاول. الشاهينيه تتواجد على المركز الثاني، هذه الشاهينيه تعود ملكيتها مشاهدينا الاعزاء لهجن الرياسه، ياتي في عمليه التضمير سالم بن سعيد بن عمان المهيري، بينما كذلك القادمة الحاضرة في هذا اللقاء هذه سليل، هذه سليل لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري في المركز الثالث. هملولة الآن حاضرة في هذه اللحظة، هملولة هملولة لهجن الرياسة وبقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذه الشاهينية الهجن العاصفة احتلت المركز الخامس، يضمرها ويتابعها غياث الهلالي. المركز السادس هنا تقدم من قبل الظبي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الليان. العين هذه العين يضمرها ويتابعها عوض بن مبارك المهيري. المركز السابع الان الشاهينيه الهجن العاصفه المضمر والمتابع غياث الهلالي، كذلك المركز الثامن هجن العاصفه مع غياث الهلالي. تاسع المراكز وصلت افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها
ويتابعها طارش بن مبارك بالقوبع بينما الشاهينية لهجن الرياسة تحتل المركز العاشر والمضمر محمد بن زيتون المهيري. هكذا مشاهدين الأعزاء المراكز المتقدمة المراكز الحاضرة بحث الانتصار بحث النواميس دائما من خلال مشاركاتها ومنافساتها، لكن عودة إلى الصراع الأول وإلى التقدم ما شاء الله. الشاهينية الآن فرضت من خلال هذه اللحظات انطلاقتها وتقدمها على المركز الأول. الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المضمر سالم بن سعيد بن عمان المهيري ما شاء الله يتقدم إلى المركز الأول إلى ناموس الشوط. العمالة حاضرة، العمالة أيضا حاضرة في هذه اللحظة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي في عملية التضمير والتدريب. سعيد بن عبيد الحميري والمركز الثالث سليل تتقدم، سليل هذه سليل لهجن الشحانية بينما يضمرها جار الله بن محمد بن عقيل المري يتقدم في هذا الملتقى ويقدم هذه النوعية الجميلة، النوعية الأصيلة، النوعية شكلها ولون وعون ما شاء الله عليها. شوف المركز الرابع هملولة هملولة لهجن الرياسة بقيادة ظافر علي بن جميل الوهيبي العين من الجانب الآخر العين، ولكن الشاهينية قادمة لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز السادس السادس. ها هناك العين لكن العاصفة تتقدم بالشاهينية والشاهينية سادسا وسابعا مع المضمر غيات الهلالي، ثامنا كذلك العاصفة، المركز التاسع العين. شوف التغييرات المستمرة سريعة سريعة نحو اللقب ونحو ناموس أول الأشواط. 16 شوط ستكون حاضرة بإذن الله تعالى بين هذه الأسماء، بين هذه الأسماء الحاضرة. العودة إلى الشاهينية لا زالت في المقدمة، لا زالت في مقدمة وصفوف الأمام ما شاء الله. استطلاع مع استطلاعها، هذه تستطلع البداية لهجن الرياسة وسالم بن سعيد بن عمان سليل في المركز الثاني، هجن الشحانية بتضمير جار الله بن عقيل المركز الثالث الثالث. هذا اللي وصلت يا سلام شاهينية لهجن الرياسة مع بن زيتون 1200. يلا يلا يا المضمرين تحركوا، المجازف البرنس وكذلك غياث والظافر وبن عمان، يعني يلا يا بن عمان اليوم اول موسم تشارك معاهم في هجن اصحاب السمو الشيوخ، الله يعينك والله يعينهم عليك. عموما على كل حال الشاهينية، الشاهينية دام تحت الشعار يقول ابو سلطان ما عليه خوف، اكيد الحمر دومه خطر، الحمر دومه خطر، عشاق اكثر عوده الى الصداره. الله شاهينيه، شاهينيه مسيطره، الشاهينيه مسيطره، هجن الرياسه مع بن عمان والشاهينيه الاخرى قادمه لهجن الرياسه بقياده المجازف، بقياده المجازف. الله المجازف نحو منازف، الاثنين هناك لمنازف بينما المركز الثالث هملول لهجن الرياسه مع الظافر، مع الظافر علي بن جميل للويبي، تحرك البرنس تحرك غياث، ولكن الثلاثيه حمراء في مقدمه الشوط، الثلاثيه حمراء بن عمان والمجازف والظافر، لكن المجازف المجازف يجازف دائما لانه لابس حزام ناسف من نواميس مع الحمر الخطر بالمراكز الاوليه. ها هو المجازف يقدم الشاهينيه الى ناموس الشوط، لكن هملول تحذر تحذر يا المجاز هملوله الشاهينيه هملوله والشاهينيه، لكن اول الاشواط حمراء بصمه ثلاثيه لهجن الرياسه في هذا الشوط حمر خطر، مر وعبر الى الانتصارات. تهانينا لهذه المؤسسه العملاقه بالفوز والانتصار، الشاهينيه وهجن الرياسه مع المجاز محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الثاني هملوله لهجن الرياسه او الشاهينيه، المركز الثالث هملوله لهجن الرياسه، المركز الرابع الشاهينية للعاصفة، المركز الخامس سليل لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة إذن مشاهدينا الكرام، أول النواميس أول الانتصارات حمراء في هذا اليوم مع انطلاقة هجن الرياسة وهذه المشاركة بثلاثية وبصمة واضحة من خلال المركز الأول الشاهينية هجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري حيث قطعت المسافة
تسع دقائق اربع ثواني وتسع اجزاء من الثانيه. تهاني للهجر الرياسه والى محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بينما المركز الثاني تسع دقائق ست ثواني بالوفاء والتمام والكمال الشاهيني لهجن الرياسه بقياده سالم بن سعيد بن عمان المهيري. المركز الثالث هملوله لهجن الرياسه حلت بالمركز الثالث. ايضا هناك المضمر علي بن يميل الوهيبي من خطف هذا الموقع تسع دقائق ست ثواني بالوفاء والتمام والكمال. هكذا مشاهدينا الاعزاء هي النتيجة لأول الأشواط وأول تحديات هذا اليوم لهجن أصحاب السمو الشيوخ مع الإذاعة. بسم الله.